بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ليت الصندوق مقفل، تعلمت أن النجوم متحركة، لعل الجو معتدل، كأن الثلج فضة. إن الأغنام سمينة، الحبر جيد لكن القلم مقصوف. ليت الأساس جديد، كأن الحوت عاقل. 4 قبيح، لكن 4 منها أقبح. ولتعلم أن وعد Voilà. Pas si digne, ok. Quand tu pas dit, tu as dit que فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليت الحصان نسب، لعل الدار نظيف. إن الفيل أكبر من الحيوانات الأخرى، من حيوانات أخرى. تمام؟ ألف لام بوميدم. نعم. علمت أن الفيل حليم، كأن الفيل مطيع. الفأر صغير لكن الفيل خوف منه يخاف. يا خوف البلد المستسلم. نعم، خوف مصدر. في الكورة المستسلم. نعم، خبر. خبر يكون على 3 أنواع: خبر مفرد يعني اسم، وخبر جملة، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة. فهمت. خبر جملة فعلية هنا، لكن الفيل يخاف منه. ليت الفيل في بيتي. قنيد الفيل أيوم دبلسة. شنو قام؟ ها سنقش سغادمة. نادي سغادمة بما ها فانا لعل. ولا اخر ولا ما خولي زجباي لابقى يا استاذ معي. لعل الفيل نظيف. دقيقة واحدة. أنا دار قوشنا تشكودو وشنجة نقلودم قوشنا سرود بولنم جابلاش بولدي ما دي ملا. خب، إن الجندي شجاع، كأن العلم نور. شكرا.
ليت الشمس طالعة. استاذ توري رب لما ماما نعم. في كلمة منصوب هنا بقيت حرف واو بقية. قبل كتبتهاش عندها نعم. كسر البلح مس بلح بمس مته أستاذ قلت خارجة دي وكان بالغ قيمة بلح ومش عندك لكن الثمن مرتفع. جيد. جيد. أحسنتي. شكرا لك. اليوم عندنا العربية بين يديك أو النحو. نحو النحو ينجتي ما قلت شمس كريد أستاذ. جر الاسم إن شاء الله. نعم تمام. جيت مش عطن شبيت عداش مثلا. نعم طيب عندنا اليوم الموضوع الجديد جر الاسم. اسم نين جار بولشة. نحن درسنا مواضع الرفع الاسم مع مواضع رفع الاسم ونصب الاسم. في كم موضع يرفع الاسم؟ كم نشتورن ده اسم مرفوع بولركن؟ رفع الاسم فاعل مبتدأ والخبر صحيح؟ نعم نعم صح. اسم كان وخبر إن. الخبر إذن مواضع رفع الاسم خمسة. مواضع رفع الاسم خمسة. هذا للتكرار. مبتدأ والخبر
والفاعل واسم كان خبر إما نعم لابد أن نتذكر هذه المواضيع جيدا وأن لا ننسى اسمزدان چقدر مسلقمز كيري ومواضع نصب الاسم كم موضعا مفعول به صحيح نعم مفعول به وماذا درسنا أيضا مفعول مطلق صحيح لا. لم ندرس مفعول مطلق صح نعم جيد وجزم لا الأسماء لا يجزم اسم لا مجزوم بوميد سكون لي بوميد جزم ديان سكون ديان إيه أستاذ أنا قد ما أخشيدم لماذا تمييز دم أخشيدم تمييز أيضا لم ندرس أظن في هذا الكتاب سندرس في الكتاب الثاني في الجزء الثاني كنش جزء دوتسي وتامس إن شاء الله إذن في هذا الكتاب في الجزء الأول درسنا المفعول به وخبر كان واسم إن ثلاثة نعم ثلاثة مواضع جيد لكن مواضع نصب الأسماء نصب الاسم ليست ثلاثة بل هي أكثر أظن 11 موضعا وزم نصب الشلكي وشتيمس معنى جادش وسمون بالتيدا أجير حماس نقوش بسنة بشكل يموسيك بزود كان لارمس شو لديس دورمس نعم چونك بو كتاب جزليو خوغن لارمك ينجي جزلار دو تامس دي واليوم سندرس جر الاسم اسم نين مجرور بولش في موضع عيني اكتورن ده مجرور بولد اظن ندرس موضع عيني اكتورن نو تامس عمومي كتور مش ده تيجي خازر كتور ما وزي كتور ده فقط مجرور بولاد مجرور يعني كسر لي بر دقيقة خوجين مقوط اتقوي درس تمام طيب إذن اسم نين مجرور يعني كسر علي بولش أورنا كسر علي بولش سيجام بولد الأمثلة مثالر ابدأي أستاذة مقدس نزل المطر من السماء أسمان دان يمغر يغدى جيد نزل المطر من السماء ما نوع الجملة جملة اسمية لا جملة فعلية نزل نعم نزل فعل ما ماضين نعم أنا قال الرمتيمة أنه ما أنسوا بشي الرمتيمة
أفعال الماضية مبنية أها مبنية على على الفتح. الفتحة، مبني على فتحة، على الفتح. على الفتح. المطر فاعل مرفوع بالضمة، من حرف جر، سماء اسم مجرور. نعم، إذن هنا موضع جر الاسم بعد حرف جر الأسماء تكون مجرورة. Bu da mana isim majar bo'lish o'rni keldi. Harf jardan keyin isim majrur bo'ladi. Misal sani, aydan iqro'il misal as-sani. Misal as-sani. Ya'ti samaku minal bahri. Baliq dengizdan keladi. Jumla fe'liye. Ya'ti فعل ماضي نعم يا مستاذ. لا لا، السمكو فعل مضارع. واي واي هي باردو. فعل مضارع. السمكو فاعل، من حرف حرف جر، بحري، اسم مجرور. جيد، هنا أيضا موضع جر الاسم بعد حرف جر جر الاسم. جر الاسم اسم جر حرف دانكين مجرور بولاده. اسم جر بولش أورنا حرف جر دانكين مجرور بولد. مجرور بولد. مثال تالي، اقرأي سعيدة. سعل جيشو إلى الميدان. ساعة حركة قلدة. جيش قشن قشن ميدان ده ميدان جه حركة قلدة. ميدان طرف جه حركة قلدة. ما نوع الجملة سعيدة؟ ما جملة في جملة فعلية. نعم. ساعة فعل مضارع ماضي. ماضي ماضي. الجيش فاعل، إلى حرف جر، الميداني اسم مجرور. نعم أحسنتي، وإقرأي المثال تالي أيضا. سارت الماشية إلى الحقل. أستاذ بيشكم يروچي قس جنسكي رود بيت بيشكم بيودة قس أنا قجة دلقة سارت يرد سير قلد. في جملة فعلية. سارت 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 فعل ماضي. ما فعل ماضي. الماشية فاعل، إلى حرف جر، الحقل اسم مجرور. نعم، إذن عندنا هنا في هذه الجمل في هاتين الجملتين حرف جر إلى. إلى. نعم، من إلى من حروف الجر جر حرف لردنك. اقرأي دلنازة. ينزل الجندي عن الحصان. أسكر أتن شاد مستس شاد. شنو كمان كيوتم؟ أنا قا أتن أسكر أتن شابته. هاد شي يبدا عسكر بالتاسكر جندي بالتاسكر عسكر وطن شي يبدا. ينزل فعل مضارع مرفوع بالضمة، الجندي فاعل أيضا مرفوع بالضمة، عن أنا قلت حرف جر حرف جر،
الخصاني اسم مجرور. اسم مجرور صحيح. اقرأ. الجر والمجرور متعلقان إلى فعل ينزل، وممكن أن نقول أيضا متعلقان. أن نضيف هذا أيضا. شنو يمقوش بوسي بولاد؟ يذهب الخوف عن الطفل. قرقوچ بولادان قرقوچ كيلادما بولادان قرقوچ كيليابتما بولانين قرقو يقالاد كيت يقال يابت كيت يابت ها يذهب يو انا قيدا كيت قز بار شيدا يقل شيد ها كيت هذا صايب الشيد بولادان قرقو كيت هذا كتن. يذهب فعل مضارع. الخوف فاعل مرفوع بالضم عن حرف جر. حرف جر الطفل اسم مجرور بالكسرة. نعم. إذا حرف عن أيضا من حروف الجر. جر حرف لردنك عن هم. نحن نعرف هذا فقط للتكرار. تكرار لامز دي فلانا بالاردي كوز. أستاذة مقدس. أها. يطفل يطفل خشب على الماء. أوتن سودا سوزادة ما؟ ها. أها. جملة فعلية يدخل فعل مضارع الخشب فاعله مرفوع بالضمة على حرف جر الماء اسم مجرور يسقط الثمر على الأرض ميوة yerge düşerdi mi? Cümle fiiliye yaskutu fiilun mudariye assemeru fa'il marfu bidamme ala harfu cer al ardi isim mecrur. Cahit, sa'ide, ikra'il. İzen harfu ala aydan min hurufil cer. حرف جر. جر حرف. على خام جر حرف لردن. اقرأي سعيدة. ينبح بلد. ينبح الكلب في بستان. في البستان. في البستان. ينبح الكلب. نبح كتونة. وزن نبحد بيتلاد كتونة أكل لاشي أكل لاشي خا بستان باغدة باغدة كتوك أكل لايبتا في جملة فعلية ينبح فيل مضارع الكبو فاعله بالضمة فاعل بالضمة مرفوع بالضمة في حرف جر البستاني اسم مجرور بالكسرة جيد أحسنتي إذا حرف في أيضا من حروف الجر في جر حرف لردن إيكان بنا بلاردك اقرأي المثال التالي أيضا دخل المجرم في السجن استاذ نقيتو مالم جنايات مجرم گناهکار و یعنی جنایتچی دیگه معنی الان بلدرده سجن قماق دخل کرده جنایتچی قماقگه کرده ده Dur mənə qırdı mə? Qamaqqə qırdı. Cümlə fiiliyə daxolə fiilun madı qırdı. Al-mücrimu fa'il marfu biddomə fi harfu cər
As-sijni ism majrur. Bil kasra. جيد. إذن هنا أيضا في حرف جر أيضا بعد في حرف جر في السجن اسم مجرور. مثالين تاليين اقرأي دلنازة. وشرط الفاكهة بالسكين. بتاق بلان ميوالارن أرتم. جملة فعلية. وشرط فعل ماضي الفاكهة فاعل ب حرف جر السكيني اسم مجرور بالكسرة. نعم. إذن ب أيضا من حروف الجر. والمثال تالي. يتقاتل الجنود بالسيوف. أسكرلر سيوف بلان أولدرشتما استاذ سيوف نميذة قلج قلج صيفي ده قلش بلان أولدرشته. جملة فعلية. يتقاتل فعل مضارع الجنود فاعل ب حرف جر السيوفي اسم مجرور بالكسرة. نعم. هنا أيضا ب حرف جر وبعد حرف جر ب السيف اسم مجرور. جيد. المثالين الآخرين أستاذ مقدس. الجائزة للسابق ما استاذ؟ جائزة مكافأة سابق بيش قدم يعني يتكنج يتكنج مكافأة مكافأة يتكنج. وات جملة اسمية بلد ما؟ نعم. الجائزة فاعل يا فاعل معرفو بالضم. لا لا الجائزة تورا اسم فاعل شكل ده لكن بوتا مبتدا. مبتدا عن انسحاب بلا لي حرف جر السابق اسم مجرور حرف جر واسم مجرور شبه جملة في محل رفع خبر. خبر. اشتريت قفلا لل خزانتي. ساتب شكاف ساتب aldım mı? قلوب ساتب aldım شكاف كي. بولد. جملة فعلية. اشتريت في المضارع ماذا؟ اشتريت فعل ماضي. فعل ماضي. اشترى فعل ماضي فاعله انا انا فاعله انا مرفوع بالضمه قفلا فاعل ولد استاذ قفلا مفعول به تو ضمير متصل تاء المتحرك للمتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل قفلا مفعول به منصوب بالفتحة لي خزانتي اسم مجرور شبه جملة متعلقان إلى فعل اشتريته. نعم. جيد. انتهينا من الأمثلة. صلاً تجدك البحث. ندور جنامس. بحث يام كتشينا جنيكا. شخصم يبول أمس. ابدأي أستاذ مقدس. اقرأي حتى هنا. بعد ذلك تقرأ سعيدة وبعد سعيدة دلنازة. اقرأي أستاذ الكلمات الأخيرة في جميع أمثلة السابقة كلها أسماء وكل اسم منها مسبوق بحرف
fa fi to ifati ula fa fi ta'ifati al-ula fa fi to ifati ula tajiduha masbuqatan bi min wa tajiduha fi ta'ifati saniyati masbuqatan bi ila. طيب يكفي نترجم حتى هنا. الكلمات الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء. آخر يقارد أتكن مثال لاردين برشاس دقي آخر جسوز لار اسم لاردر أتكن مثال لنا خمس دقي آخر جسوز لار اسم لار دورما خزانة سابق سيوف سكين سجن بستان أرض ماء طفل حصان حقل ميدان بحر سماء حقيقة تخم سوز لا مثال لنا آخر دقي اسم ليك وكل اسم منها مسبوق بحرف و أنا وش مثال لديك خربر اسم مسبوق بحرف دي يعني اسم ده أولدن حرف أوت كان دي يعني تورم حرف أوت تمام مناتي لب حرف لانا بيلغلب قويدك تورم حرف أوت كان خربر ده أولدن. ففي الطائفة الأولى تجدها مسبوقة بمين برنش طائفة ده يعني برنش ما كتاب مثال ده مين Simlada oldin min harfi o'tganligini bilasan, tajiduha simlarni topasan, masbuqatan ulardan oldin o'tganligini bimin, min o'tganligini topasan. Va tajiduha fi toifati saniyati masbuqatan bi ila. Va ikkinchi guruhda misollarda nima o'tganini ga qo'shing, ila. Ila o'tganini ismlardan oldin ila o'tganini topasan, bilasan. Iqroi Saida. وفي الطائفة الثالثة مسبوقة بعن وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى وفي الخامسة مسبوقة بفي وفي السادسة مسبوقة بلا بالباء قد برنش باء بالباء بالباء وفي السابقة وفي السابعة مسبوقة باللام 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 Endi va boya uchinchisida ikkinchisida ila o'tganini bilasan va uchinchi gruppa misollarda an o'tganligini va to'rtinchi gruppa misollarda ala o'tganligini bilasan ismlardan oldin va beshinchi gruppada fi o'tganligini va oltinchi gruppada ba o'tganligini va yettinchi gruppada mana 14 ta misol bo'lsa, 2 tadan 7 ta guruhga bo'ladi va 7-chi guruhda lam harfi jar lam bor-ku. Mana shu o'tganligini. Yettinchi guruhda li anaqa li harfi jar o'tganligini aytibdi. Xo'p, natijada nima bo'libdi? Iqroi Dilnoz. وإذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة وجدناه مجرورا ولا سبب لهذا الجر إلا دخول هذه الحروف ومن أجل ذلك تسمى حروف الجر. Xo'p, agar o'tgan ismlarni
tepada o'tgan harflardan keyin kelgan yuqoridagi ismlarni har birini oxirisiga e'tibor beradigan bo'lsak, ularni majrur ekanligini bilamiz. Vajadnahu majruron degani majrur ekanligini topdik, majrur holda topdik demaymiz-da. Topdik degani shunaqaligini bildik degan ma'noni bildik. Majrur ekanligini bilamiz. Wala sababa li hazal jarri illa dukhul hazihi al-huruf. Bu ism jar bo'lishini sababi faqatgina mana shu harf kelganligidir. Ismdan oldin shu harf turganligi ismlarni jar bo'lishiga sababdir. Shu sababli ismlar jar bo'lgan. Va min ajli zalika tusamma huruf al-jarri. Mana shunaqa o'zidan keyingi ismni majrur qilganligi uchun bu harflar huruful jar, jar qiluvchi harflar, jar harflari deb ataladi. Min ajli zalika degani shu sababli degan. Min ajil degani sabab degan ma'noni bildiradi. Shuning sababidan jar harflari deb ataladi. Endi qoida. Naqra'ul qoida. Iqra'i sa'ida al-qoida. Yujarrul ismu. Ismul ismu ida sabaqahu harfun min hurufi hurufil jarri jarril atiyati wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal lam walil lam naam wal lam wal lam. Demak ism qachon majrur bo'larkan? Iza qachonki undan oldin mana bu quyidagi jar harflaridan biror harf isimdan oldin o'tsa, sabaqahu undan oldin o'tsa degani. Sabaqahu degani yujarrul ismu ism majrur bo'ladi. Iza qachonki sabaqahu undan oldin o'tsa degan. Mana bu quyidagi harflardan biror harf ismdan oldin o'tsa majrur bo'ladi. Ism jar qilinadi. Yujarru degani jar qilinadi degan. Ya'ni kasrali qilinadi degan. Demak, jar harflari qaysi ekan? Min, ila, an, ala, fi, ba va lam. Bi bilan li harflaridir. Ustoz, bu asosiylarida ya. Bundan boshqa yo'q. Bormi? Yujad, yujad. Yujad, g'ayra zalika. Ka, kafut tashbih. Bor, bor. Butta hammasi berilmagan. Keyingi kitoblarda yana qo'shimchalarini beradi. Toyib, izan hazihi hiya al-qa'ida. La budda lana an natazakkara hazihi al-qa'ida wa an la nansa abadan. Qachon esimizdan chiqarmasligimiz va eslab qolishimiz kerak bu qoidani. Qoidalar hammasini eslab qolishimiz kerak. Tamrinat. Ayin kulla harfin min hurufil jarri fil jumalil atiya. Washkulil asma'a ba'da kullin minha. Quyidagi misollardagi jar harflardan quyidagi gaplardagi harflar jar harflardan har bir jar harfini ayin degani aniqla. Masalan, hozir men mundoq belgilab chiqaman. Shunaqa qilib sizlar daftaringizda jar harflarini qaysilari jar harf ekanligini belgilab chiqasizlar. Xo'p, ustoz. Ya'ni tarjima qilib harfu jar va ism majruri yozib qo'yasizlar. Hammasini i'robini yozmasanglar. Jar harflarini ajratib yozib qo'yasizlar deymda dumaloq qilib tegiga harf ujar deb yonidagiga ism majrur deb yozib qo'ysalar bo'ldi. Mana beshta gap. Keyingisi atmim kulla jumlatin. Keyin washkulil axira. Washkulil asma'a ba'da kullin min hada. Ismlarni oxiriga harakat qo'ymagan. Mana shu harf jar harflarni topasizlar deb undan keyingi ism harakati
qanaqa bo'ladi? O'shani to'g'rilaysizlar. Majrur. Ya o'shani harakatdan to'g'rilaysizlar xullas. Bu yerda qo'yilmagan. O'zingizlar qo'yasizlar. Atmim kulli jumlatin min al-jumali lati bi wad'i harfin bi harfi jarrin mulaimin fil makan al-khali. Bo'sh joyga quyidagi gaplarni har biriga bo'sh joyiga mulaim degani munosib jar harfini qo'yib atmim degani to'ldir degani. Munosib jar harf qo'yib to'ldirar ekansiz gaplarni. Bo'sh joyga jar harf qo'yar ekansizlar. Tamam, tamam. والتدريب الثالث أتمم كل جملة من الجمل الآتية بوضع اسم منصوب مناسب في المكان الخالي واشكل آخره. بوش جايجة مناسب اسم قياس لأند جار حرف بار اسم مجرور يو اسم مجرور قياس ل واشكل آخره وآخر نحركة تغر لاجين دوات مناسب اسم مجرور قياس ل va oxiridagi harakatdan to'g'rilaysizlar. Bo'sh joyga ism majrur qo'yasizlar. Tushunarli? Naam. At-tadrib ar-rabi' kawin sab'a jumalin bi kullin minha harfun min hurufi al-jarri allati ta'rifuha wastawfi hadhihi al-huruf. O'zing bilgan jar harflariga 7 ta gap tuz, tepada 7 tani berishdi-da. Hmm, 7 ta berdi. Har biriga bittadan gap tuzasizlar. O'sha har bittasiga bittadan astavfi degan teng bo'lsin. Hazikil huruf harflarniga harflarni teng qilgan. Ya'ni bittasiga 3 ta 4 ta tuzib, shu bilan 7 ta qilib qo'ymagin deyapti-da. Teng tuzib, ya'ni har bitta harfga bittadan tuzsanglar, o'zi 7 ta harf bergan, 7 ta gap bo'ladi. Teng qilgan deyapti-da. Ya'ni bittadan tuzasiz. Har bitta jar harfiga bittadan gap tuzasiz. التدريب الخامس استعمل الأسماء التي تفي جمل تامة بحيث يكون كل منها مجرورا بحرف جر. Quyidagi ismlarni ismlarga gap tuzgan va mana shu ismlar birorta bir jar harfi bilan majrur bo'lsin. Fi jumalin tammatin to'liq mukammal qanaqa tom jumla. Tugallangan chala gap prosta harfu jar ism majrur qilib qo'ymanglar-da. Tugallangan gap bo'lsin. Chala gap bo'lmasa shib jumlani o'zini qilib qo'ymanglar harfu jar ism majrur qilib. U tugal jumla tamma bo'lmaydi-ku. Bu faqat ismlar berilgani. To'liq gap tuzasiz mana shu ismlarga jar harfidan keyin qo'ying. Biz so'zlarni ism majrur qilamiz-da. Shunda to'g'rimi ustoz? Ha, ism majrur qilib to'liq gap tuzasiz. Prosta ism majrur qilib qo'ymaysiz jar harfi bilan. Fil ardi deb qo'ymaysiz-da, to'liq gap tuzasiz. Tamrin fil insha, ana endi inshoga berilgan mashq 7-chisi ham i'rob. Ha, undan keyin na'at. Jar o'rnini faqat bittasini beribdi bu yerda. Izofa ham ism jar bo'lish o'rni-ku. Uni bermabdi sraza naatga o'tibdi. Naat degani sifat degani keyingi darsda nahvni darsida sifatni o'qirganmiz. Ikkita mashq qoldi. Gap tuzishga bular ham orada bayna bo'ladi. Bemalol ulgursanglar kerak bitta dars o'qiguncha. Tamrin fil insha gap tuzishga mashq. Ajibani lasilati latiyati bi jumalin tammatin. Quyidagi savollarga to'liq javob bergin. To'liq javob berishni o'rgatgan mana. Bi haysu tashtamilu kullu ijobatin ala harfin min hurufil jarr allati araftaha. O'zing bilgan jar harflardan birorta bir jar harfi ham o'z ichiga olsin o'sha to'liq javobing. Ichida bilgan jar harflaridan birortasi, bittasi ishtirok etsin javobingda deyapti. Savollarga
Rusda javob berish anaqa 7 ta savol ber, yo'q, 9 ta savol beribdi. 9 ta savolga javob berar ekansizlar. Yaxshi, anu bir mavzuda 5 ta gap, paloncha mavzuga yana 5 ta gap, 15 ta 20 ta gap bermabdi-yu. Savollarga javob berar ekansizlar faqat. Tamrin fil i'rob. Mana namuzaj bergan. Ya'udul g'oibu ila al-vatan. Ketgan odam vatanga qaytadi. Ya'udu fi'l mudori marfu. G'oib fa'il marfu. Ila harfu jarin. Al-vatan ism majrur bi ila. Nima bilan majrurligini ham yozib qo'yar ekansizlar. Men buni ettirmas edim. Bular shuni qo'shibdi. Majrur bi deb shu qaysi harfu jar bilan ekanligini ham aytar ekansizlar. Ha, ustoz, ikkinchi o'rinni qancha o'tamiz? Kitobda berilganmi? Alohida o'zi o'tib berasizmi? Yo'q, o'tamiz. Ikkinchi kitob bor, hali uchinchi kitob bor. O'shanda berilgan. Ha, tushunarli. Demak, indana arba'u jumalin tarjim uktubna al-jumal al-arba'a va tarjimna va a'ribna fi tafatir. To'rtta gap beribdi, yozib tarjima qilib e'roblab qo'yinglar. Ba'd zalika nabda'u mavdu'un na'd. Dars al-qodim. Sifat. Buni ham bilamiz. O'zi birinchi kitobda o'tgan hamma narsamizni men sizlarga o'tgan ekan. Mana maful bihini ham bilasizlar. Kanani anu Madina kitobida o'tuvdik. Inna bilan kanani eslasak. Ha, o'tuvdik. Hammasini bularni o'tganmiz. Endi ikkinchi kitobda o'tmagan narsalaringiz chiqadi. Shuning uchun bu oson bo'ldi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz. Hattoki izofani ham o'tganmiz. Biz o'tgandan bitta izofa chiqmadi bu yerda. Izofa. Bo'lmasam qolganini hammasini bularni o'tganmiz. Sifatda ham o'tganmiz. Mubtado xabarlar, fa'il, fe'l fa'il, maf'ul bihi ularni ham o'tgan edik. Endi menimcha ikkinchi kitobda diqqatliroq bo'lib, ikkinchi kitobda sizlar o'tmagan narsalar chiqishi mumkin. Man indahu su'al. Ustoz, menda tamrin i'roblash tegidigi 4 ta misolni yozib tarjima qilish yana nima dedingiz? I'roblay, i'roblaysiz. I'roblaysiz. Aha, bo'ldi. Menimcha mana shu na'at bilan tugaydi. Ha, oxiri ekan ustoz. Bitta darsdan keyin ikkinchisini boshlar ekanmiz. Aha, men ungacha imtihonga mana shu birinchi kitob bo'yicha narsa tayyorlab qo'yaman, fayl qog'oz o'sha yuboraman-da elektronni. Yo'q, sinfda qilarsizlar. Darsda qilamiz. Ha, darsda qilarsizlar, tayyorlab qo'yaman. Yubormayman darsda. Sizlarga surpriz bo'lsa. Yuborsam uyda ana qilib qo'yishingiz mumkin. Menga yuborvoring ustoz. Mana shu o'tgan mavzularimizdan bo'ladi. Ko'piga kira olmadim deb. Lekin bilasiz, Madina kitobida o'tganmiz. Ha, xo'p, inshaalloh. Buni ham takrorlab o'tdik-da. Hozir bular hammasi takror bo'ldi. Aholi orada bitta sifat bor-ku. O'shanga qarab chiqing-da, qaysi mavzuni tushunmagan bo'lsangiz, keyingi darsda sifatni o'tkazganimizda so'rang. O'sha tushunmagan joyingizni men yana tushuntirib yuboraman. Bugungi jar harfi ism majrur tushungan bo'lsangiz kerak. Ha, yo'q, tushundim. Mubtado xabari ham bilasiz. Mayli qarab chiqing, qaysi qiyin bo'lsa aytsiz. Keyingi darsda tushuntirib yuboraman o'sha bilmagan joyingiz. Ha, xo'p bo'ladi ustoz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, sog' bo'linglar. Xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. To'xtanglar.